الحديث الصحيح. سأل أسامة بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره من الشهور؟ قال: يا أسامة، هذا شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. نقف مع هذا الحديث وقفة. النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان ما لا يصوم في غيره، يصوم شعبان كله إلا قليلا، لماذا يا رسول الله؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. كثير من المسلمين يقبلون على رجب لأنه من الأشهر الحرم، وفيه روايات كثيرة على فضله وإن كانت لا تصح، لكن الناس يقبلون على رجب إقبالا شديدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده ناسا يصومون في رجب قال: فأين هم من شعبان؟ بين رجب ورمضان، رمضان الناس بطبيعة الحال بتجتهد في العبادة، فأسقط شعبان من حسابات الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العبادة في هذا الشهر الذي نحن فيه، لأن كثيرا من الناس يغفلون عنه. والعبادة أيها الأحبة في وقت غفلة الناس أجره عظيم، كما في الحديث: عبادة في الهرج كهجرة إلي. وعظم الله عز وجل أجر الذاكرين الله في الأسواق، لأن الأسواق موطن يغفل الناس عن ذكر الله عز وجل. الشاهد أن هذا السبب الأول الذي لأجله النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان، أنه شهر يغفل عنه الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العبادة في وقت غفلة الناس. ثم: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. ترفع فيه الأعمال إلى الله، أي أعمال أيها الأحبة؟ نحن نتحدث عن شهر، وبالتالي هذه أعمال السنة. نعم، قال العلماء: إن صحائف المسلم، صحائف السنة الكاملة، ترفع إلى الله عز وجل كل عام في شهر شعبان، ثم يبتدئ صحيفة الشهر الجديد من رمضان. فبما تحب أن يختم لك. هذا شهر الخواتيم والأعمال بالخواتيم. هذا الشهر أيها الأحبة هو ختام العام، ختام العام العملي، ختام أعمال السنة. فيا من قصرت، ويا من غفلت، ويا من أذنبت، لا بأس، ما زالت الفرصة قائمة، ما زالت الصحائف لم ترفع، ما زلنا في شهر الخواتيم والأعمال بالخواتيم. فاختم بخير، أقبل على ربك في هذا الشهر صياما وقياما وذكرا وتوبة واستغفارا، ليختم لك في هذا الشهر بخير. عسى الله عز وجل أن يعاملنا بكرمه، فيجري هذا الاجتهاد الذي نقوم عليه في هذه الأيام، يجريه على سائر الصحيفة. والله كريم، الله كريم. إذا أظهرنا الاجتهاد والإقبال على الله عز وجل في هذه الأيام وختمت بها الصحيفة، فهي فرصة عظيمة لتطوى الصحيفة على خير وتختم على خير. فاختم بخير.